بمناسبة رأس السنة الميلادية وبالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد، أقامت دار الأوبرا المصرية في القاهرة عرضا لباليه كسرة البندق لتشايكوفسكي. هذا العمل عمل مشترك ما بين معهد الباليه أكاديمية الفنون وفرقة باليه أوبرا القاهرة دار الأوبرا المصرية من سنة 92. فهذا العمل ما ينفعش يتعمل يعني المعهد لوحده أو الفرقة لوحدها، الاثنين مع بعض. فإحنا الحمد لله في كل سنة بنعمل هذا العمل، وهذا العمل بيتعمل لاعياد الكريسماس واعياد الميلاد. القصه بتاع قصاد البوندو هي عمليه ايه، هي فيها اطفال اعياد ميلاد والاطفال والحلم بتاع ماسا والفران والعساكر والحرب ما بين الفران والعساكر. طبعا دي كلها حاجات خياليه، حاجات خرافيه شويه في القصه. يعني الفصل الثاني عندنا برضو اللي هي المغاره، بدخل فيها العساكر والفرسان والعساكر الصغيره والعساكر الكبيره، زائد ان احنا بنعمل الرقص الروسي. ده دور بسيط في العرض يا سولو، اسمه العربي الزنجي. المفروض عروسة بيطلعها السحر هدية الماشة الصغيرة. بعمل دور المهرج في بالي كسرة البندق، وده زي الأطفال بيبقوا بيلعبوا وبتاع وعايزين السحر يطلع لهم زي لعبة كمان، فبيطلع لهم المهرج داخل البالي. أنا بعمل دور الأبهات، المفروض الأطفال الصغيرة في الحفلة، أنا ببقى من الأبهات اللي هم جايين في حفلة رأس السنة. وحيث أن أحداث العرض تدور في ليلة الميلاد، فقد خلق حالة من البهجة ما بين خشبة المسرح التي ضمت أكثر من 45 راقص وراقصة والجمهور المترقب للعام الجديد. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.